طيب يعني ممكن تكون زعلانه من امك، من حد من الشغل يعني. جيجي ما بتزعلش من اي حاجه في الدنيا دي الا لو انتوا الاثنين اتخانقتوا. يبقى انت كده عارف كل حاجه. قول يا ديو، انت مش ناوي تتجوز اختي؟ اسمع نص، اختك دي غاليه عندي قوي وانا عايز اتكلم معاك بس خايف ما تفهمنيش. قول يا عم. ها ماشي يا نص، لما تحب واحده تاخدها وتقعدوا في مكان مشبوه، هتقعدوا في حته نظيفه. حته نظيفه اكيد. طيب ده بقى اللي انا عايز اعمله مع اختك، عايز لما اتجوزها نقعد في حته نظيفه، نخلي في حته عيل حلو زيك كده، فاهمني يا نص؟ فاهم، بس انجز. بس انجز وانت واختك كده متصربعين في كل حاجه. حاضر، ادعي لي بس انت قلبك طاهر، ممكن ربنا يسمع منك. يا رب. انا هطير دلوقتي. بس ماشي يا نص. ايه ده يا صاحبي؟ ده يا صاحبي الواد نص ده جدع قوي. مش احلى مربينه؟ لازم يطلع واد ذكر. تفتكر لو اتجوزت البنت جيجي اخلف واد زيه؟ احلى منه كمان ان شاء الله. بس انت يلا بقى جدع وخلي الفرحه فرحتين. وكله متصبع كده، بالراحه عليا شويه. قابل يا سيدي. هروح اقابل. نجيب لي البن يا نحل. انا يا اخي. جرى يا جيجي؟ عامل نفسك مش شايفاني ولا ايه؟ كنت فين يا بت؟ هكون فين يعني يا حصر؟ من البيت للمحل ومن المحل للبيت. الدور الباقي بقى اللي ما بيهمتش وما فيش غير على لسانه، عايز اسافر عايز اسافر. يا دي موضوع السفر ده في ايه؟ انت بعتي لي اخوكي؟ وما بعتوش ليه؟ مش راجلي وعايز مصلحتي؟ لو ان الواد ده عسل وانا مستجدعه، انا ما كنتش عديت لك طقم النكد اللي عملتيه معايا النهارده ده. لعلمك بقى انا ما بعتوش. هو اللي حسيسه عنده دم. لما بيعرف اني زعلانه من حاجه بيتصرف وبيعمل اي حاجه عشان يرضيني. ايه ده؟ هو بس اللي بيعمل؟ ما شفتش حد غيره بيعمل يا اخويا. لا انا بعمل بس انت ما بتشوفيش. يا بت يا بت فكري يا بت، كل ده عشان مين؟ ما هو عشانك انت، عشان عيونك دول يا بت. يا سلام كوني كده بالكلام. يلا ما لازم اكلك ولا اعمل ايه؟ انت قمر. هو فين احمد؟ العادي بتاع كل يوم كبير، خناقه على طابور العيش. برضه العيش والناس تجري وتسيبنا القهوه فاضيه. في حد تبعنا هناك؟ والله كبير ما اعرفش، بس يمكن الله اعلم. اطير طب اشوف لك الدنيا فيها وارجع. استنى اجي معاك ابص، جايز يكون حد يخصنا ولا حاجه.
بسرعة يا سماء. بيقول لي يا اختي انا الراجل بتاعك راح يجيب عيش جايلي بتشال هو في حته احسن ونعمه شريفه في حته احسن انت هتبقي احن عليه من ربنا مش هشوفه تاني مش هشوفه تاني حد يصدق اللي بيحصل ده دفن وعزاء وفي مين في نصه حد يصدق ده كله يا جدعان كلفت في دقيقة بقى في دنيا غير الدنيا لا فيها أهل ولا عيلة ولا أصحاب ولا أخوات والناس كلهم فيها زي بعض أنا حاسس إن يدخل عليا فجأة وأقول لي يا رايق علمنا حركة جديدة يا رايق الموت بقى سهل أوي مبقاش يفرق بين كبير وصغير راجل ولا حتى عيل ابدها لي قبل ما اروح لاسم زي ما اكون حاسس انه مش هيشوفني تاني وحدوه يا جدعان الواد ده دلوقتي في حته احسن مننا كلنا وبعدين مين عارف ما كان ممكن يكبر ويمشي في نفس السكة اللي احنا مشينا فيها وبرضه يضرب رصاصة بس متأخر شوية عندك حق هو خد الطلعة وارتاح صح عارف يا يوسف عارف يا ميمي عارفين وانا في العزاء كنت بفكر في كنت بفكر في نفسي وانا عيل صغير عيل صغير يا دوب يشوف ابوه الساعة 6 الصبح يرجع من الشغل يفطر ينام كل يوم انا رايح المدرسة كنت بكلم نفسي انا عايز اشتغل شغلانه تانيه خالص غير اللي ابويا بيشتغلها عايز لما اجيب عيال اخدهم في حضني وياخدوني في حضنهم في الاخر اشتغلت نفس شغلانته وبقيت اسرفز على الناس اخدم عليهم الناس اللي عندهم الفلوس ملهاش حساب يا بختك يا ديبو انا بقى ابويا استخبى مني العمر كله معرفوش وعيت على الدنيا لقيت نفسي متسلسل في سلسلة أمي معرفش غيرها حتى اسمي لما كان حد بيسألني عليه بقوله كأني بقول اسم واحد تاني معرفوش سألتها كتير أبويا مين؟ ابويا فين؟ ما تجاوبنيش كرهتها عارفين يعني ايه تكره امك اللي انت عايش معاها ما تعرفش غيرها عشان كده لما كبرت كان لازم اكسر عين التخين عشان ابقى احسن منهم كلهم أحلى نظرة بالنسبة لي لما أشوف عيون الناس اللي قدامي وهي خايفة ومرعوبة مني والوقت ده هو كان الوقت الوحيد اللي بحس فيه إن أنا بني آدم
بني آدم، أنا أحسن بني آدم. أنا بقى عمري لا فكرت لا في ناس ولا في فلوس ولا نكسر عين حد. أنا طلعت لقيت أبويا قهوجي علم قد الدنيا، طول الوقت كان ريحته محسل بس كنت بحب ريحته. عمتي كانت رقاصة بس رقاصة جدعة، ياما سافرت معاها واتخانقت لها، اتعورت وعورت لها ناس. وفجأة ابويا وامي ماتوا سابولي كل ده، قهوة وعمتي وسماح وانتوا كمان معاهم. اما سيكا ده بقى موضوع تاني خالص. اخويا الصغير وحبيب قلبي، حبي زي ما بيقولي، بس طول عمره سوا في بلاد الله. ما قعدتش معاه قد ما قعدت معاكم، حتى الفترة اللي سافرت له فيها طول الوقت كنت بتكلم عنكم، عشان كده مش عارف ابعد عنكم ولا عارف اسيبكم. انا عارف ان الدنيا دي كلها احتام وما نقدرش نعيش فيها طول ما احنا سمك صغير، نصها وابوه واحنا كلنا سمك صغير. السمك لو اتاكل ملوش داية. حد يقدر يقولي دلوقتي حق نص الغلبان راح فين؟ حق نص عند اللي خلقه أميمي، حق نص عند اللي خلقه أميمي. هي بقت كده عشان دم النص اللي راح ده. أنا بقولها لكم، طول ما هنشوف من الدنيا أسف أسف، طول ما هتشوف مننا خباوة، ايه رايك بقى؟ يجنن يا خالتي. الله ينور. وعليك يا حبيبتي. عارفه يا بنتي يا سماح، طول عمري كان نفسي ربنا يرزقني ببنوته حلوه زيك كده، البسها فستان فرحها بايدي وازفها على عرسها. اخص عليك يا خالتي، وانا مش بنتك ولا ايه؟ ايوه طبعا يا بنت. طب ده انا ربيتك ولعبت معاكي اكتر من موكوس امك. بس برضه يعني كان نفسي بنت من صلبي حلوه زيك كده اصاحبها وتصاحبني وتشيل همي. يلا ما تاخديش في بالك، المهم اسمعي اللي انا عايزه اقول لك عليه. قولي يا خالتي. لازما من اول يوم يا بنت جوزك تقريه صح، تقريه وانت مغمضه. اقراه يعني ايه؟ تعرفي طبيعته ايه؟ اللي بيفرحه، اللي بيزعله، بيتعكنن من ايه؟ مزاجه بيجي على ايه؟ حاكم الراجل من دول يا بنت يحب الست الشاطره الذكيه اللي تعرف هو عايز ايه من قبل ما يقوله. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. برافو عليك يا بنت، برافو عليك. ده الرايق والنبي ما تخليه يشوف. الله الله الله، رايح فين يا رايق؟ رايح فين يا عريس؟ بتعملوا ايه؟ زي ما انت شايف العروسه بتقيس فستانها. فستان ايه؟ تلبسي فستان وعايز تتزف يا سماح؟ وهو ايه العيب في كده يا اخويا؟ ايه العيب في كده؟ العيب ان الواد الصغير لسه دمه ما بردش وانت بتفرحي. العيب ان صاحبتك اللي بتقولي عليها زي اختك حزنانه وانت بتفرحي. عرفت العيب ولا عرفك كمان؟ يا حبيبي ده قدر ربنا، وبعدين احنا هنحكم على نفسنا بالقهرة طول عمرنا ولا ايه؟ جرام يوسف، انتوا جرالكوا ايه؟ ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه. عايزين نعمل فرح وهيصة وزفة، في ايه؟ طب علي الطلاق يا سامح، ما في فرح. اخر حاجة اقولها لك. استنى يا راي، انا عارفة انت جواك ايه ومقدر، وبعدها ليا في جيجي اكتر منك يا اخويا. انا بس عايزة اطلب منك طلب، وساقي عليك النبي ما تكسفني. عايزه بس البس الفستان اتصور بيه صوره صغيره يا مين، نحطها على الحيطه ونفتكر اليوم ده طول عمرنا. وقسما بالله ما هدخل بيه الحار عشان ما اكسر لكش حلفانك يا اخويا، والمصحف ما داخله بيه. عارفه اليوم اللي ما بشوفكش فيه بيبقى احساسي فيه عامل ازاي؟ ازاي؟ نفس احساسي بالظبط لما الترجي كسبنا وصعد للنهائي. انت مفيش في دماغك غير الكوره؟ لا طبعا،
نصها بس والنص التاني في الورشة. وانا فين بقى ان شاء الله؟ انت في قلبي يا قلبي. انا مش جاي اقولك زي كل الناس ما بتقولك، بس هي حاجة واحدة بس، الحزن في القلب وكل حاجة في القلب بتبقى صعبة، بس الدنيا لازم تمشي، هتمشي ان شاء الله، مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا ريان، بس كل طبعا كل بوقته. انا مش بقولك انسي نصها، خليه فاكراها، بس فاكراها في قلبك، وعشان خاطره وعشان خاطر امك الغلبانه تنزلي شوفي شغلك واكل عيشك وروحي وتعالي زي ما انتي، عشان امك لما تشوفك كده هي كمان هتبقى كويسه، ولا انتي عايزه ايه؟ ربنا يسهل. واخر طلب بقى اطلبه منك يا جيجي؟ لا انا بقى اللي عندي طلب ليك. وامريني موحة. مالها موحة يا جيجي؟ متكسرش بخاطر، انت غلبانة ونفسها تفرح، انا بنت وبقولك انا عارفة يعني ايه فرح، كل البنات بتستنى اليوم ده. ماشي يا جيجي، انا هرضيها وهرضيكي، بس انت كمان ترضيني وتعملي اللي هقولك عليه. انا بقى مش هنزل اشتري الشبكه من المحل غير لما تكوني موجوده، وانت اللي قديها بنفسك كمان، وانت حره صاحبتك، اتجوزيها اتعنسيها كده. فوكي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما صدقت نفسي، لقيت جيجي داخله عليا وبتقولي ان هي خارجه النهارده عشان. ماشي يبقى نتكل على الله وننزل نشتري الشبكه النهارده. صحيح يا حبيبي؟ حبيبك؟ اه حبيبي، حبيبي ونور عيني كمان. وانا ليا حد غيرك؟ اه ليك يا موح، ليك امك ولا ايه؟ امي دي امي، انما انت روحي، الهوى اللي بتنفسه، عيني اللي بشوف بيها يمين. الكلام الحلو ده. طب اقول لك على حاجه بس ما تقولش عليا عبيطه. قول عبيط. انا كنت بتسحب كل ليله وادخل اتفرج عليك وانت نايم، ابص على حته حته فيك، املي نظري منك، كنت ببقى حاسه انك وحشني قوي، حتى يعني وانت مسيني بعلقه ومصبحني بعلقه. عارفه بنت موحة، انا بقى ما كنتش بعرف انام الا لما اقعد افكر فيكي، بس لما الموضوع كبر مني قلت مالك يا تميمي، ما تصبر، مالك بقيت خرع كده ليه؟ بس برضه ما قدرتش، برجع تاني افكر فيك عشان اعرف انام. انت عارفه انت الوحيده اللي كنت مزعلها، ما كنتش بسامح نفسي ابدا، وكنت لازم ارضيك قبل ما انام. الهوية بنت فيه ما تظبطي. هو في تظبيط بعد اللي انت قلته؟ انت عارف يا ميمي ان انا ما كنتش حاسه اني عمري هسمع منك الكلام ده حتى بعد ما تدخل عليا. ليه يا بنت فيه؟ قالوا لك عني ايه؟ ده ميمي برضه عندليب. عندليب قلبي. احنا مكتوبين عشان بعض يا رايق، مش كده؟ طبعا. وانا طول عمري متاكد من كده. بحبك قوي. انا بموت في الطلبه اللي مش عارف. ايه يا عمتي في ايه؟ في ايه يا عمتي؟ في ايه ياما؟ ده كان هيبوسها هيبوسها. بس انتك عقربه فين حبايه عيني؟ يبوس مين يا بت؟ وانت يا واد انت قاعد متسهو متنحنح كده ليه؟ ايدك في ايه؟ شيل ايدك دي يا عمتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ بتستغفلوني يا ولاد الكلب؟ اخص عليكم يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. اه ياني 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 ياني. اهدي يا عمتي، اهدي. في ايه ده؟ احنا كاتبين كتابنا. كان بيقول لي على الشبكه ياما عشان ننزل نجيب الشبكه ياما. والنبي لو انتوا نويتوا خلاص. طب والله كويس انت فاكره عمتي، انا وينا؟ طب ما تزغرطي يا بنتي يا موحة، خلي الدنيا كلها تعرف. يا عمتي اهدي، مش وقته. ما ينفعش نزغرط يا عم، البيت متنكس. متنكس؟ طب نزغرط بشويش؟ يعني ما دام البيت متنكس نزغرط بشويش؟ زغرط بشويش. اه
يا جماعه يا جماعه اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نهى؟ ب 8 جنيه يا ستي، يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده، وريني كده يا ستي. والنبي يا نهى لهم امبارح. بس انا حاسس ان البومبا بتزور. ليه يا نهى؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نهى. خدي واحده تعالى. ستلنا فيها يا ام عاطف. نورت المنطقه، ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. انت عارف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا، ملزمكش انبوبتين على البيت. صحيح ملزمكش، بس انتوا بتاع الغاز الطبيعي. مش انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، وجبه كويسه. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا. وارع ومبرو منه فيه عشان انت يا ولد داخل على جواز. اسلم ايدك يا عمتي. انا عايز اقول لك على حاجه كده. بقول لك يا عمتي سامح، قالت لي انا عامل لا فرح ولا دي ولد، في ايه تاني؟ اصطبر عليا بس في الكلام وشوف اخرته ايه. انت مش قلت انكم هتتصوروا صوره ليله الدخله؟ قلنا وخلصنا خلاص. طيب هقول لك على حاجه تانيه صغيره. لا صغيره ولا كبيره بقى يا عمتي، خلاص بقى تصوير قلنا ماشي، اوضه هتدين وهتاخد وشين، تنجيد هتبيع تترمم، في ايه تاني؟ والنبي يا اخويا متعصب نفسك، خلاص يا مامات الكلام. لا ما ماتش الكلام. اقول لك ايه يا حبيبي؟ ده البنت اللي حبت من الدنيا، حبيب قلبي، دي ليلة طول عمري يا قلبي. والنبي يا عمتي ما تضايقي لي عينيك كده وتعملي فيها غلبانه، خلصنا مش عامل حاجه. طب حاجه ظننا كده على قد الحال، يعني ليه اللي فيها اصحابنا وحبايبنا؟ وهنقعد ليك عليا، لا في مزيكا ولا في رقص. ونبقى كده ما كسرناش بخاطر البنت الغلبانه. ويكون في علمك بقى البنت جيجي هي صاحبه الفكره. قلت ايه؟ قلت خلاص بقى، خلاص خلاص. لو حبينا ننجح حد في الانتخابات نعمل ايه؟ ندعي له. غير ندعي له. يا باشا خلاص بقى الكلام ده خلص. دلوقتي محدش بينجح غير باصوات الناس، غير كده ما تلاقيش. طيب نعمل ايه عشان نخلي اصوات الناس دي تروح للراجل بتاعنا؟ يبقى نخلي اصوات المنافسين كلها تروح له. حلو قوي. ازاي؟ نوقع المنافسين في الخبط، نخلي الناس تحس ان مفيش فرق بينه وبين اللي قبليهم. ايوه بس المنافسين مش هبل عشان يقف حاجه زي دي. يا باشا هم هيعملوا حاجه، احنا اللي هنعمل كل حاجه وكله بالطريقه. طب احكي لي. انا احكي لك دلوقتي. الراجل بتاعك هيعمل صوان كبير ويلم فيه اهل الدايره. تمام شويه ناس من عندنا يخش يتفل المنافس بتاعه، كلمه في حدوته الدنيا هتتربق، الصوان هيتكسر على اللي فيه على الراجل بتاعك وتبقى بسيسه كده، هيبان المنافس ايه؟ بلطجي. بعديها على طول الراجل بتاعك ده هيعمل صوان يجمع فيه كل الحاجات الناقصه من السوق ويبيعها بسعر قليل، الناس تخش تشتري وتدعي له كمان. كويس. لا مش كويس، ما تفرحش، الصوان ده هيتولع فيه كده، هيبان ان مين اللي عمل كده. اكيد منافسينه. قصدك الكلاب اللي مش عايزين الناس الشرف يخدموا الناس الغلابه. ما انت عارفنا شعب غلبان ويموت في العواطف،
الناس دي لو حاسس ان في حد بيعمل لهم حاجه هيروحوا معاه زي ما انت عايز. ايه يا القرود؟ هايل يا رايق. حبيبك يا باشا وتلميذك. مبروك يا بيبي، دخلت القفص يا معلم. خد بالك يا سيف. لا يا عم جيبوا الاول. بقول لك يا يوسف مع بعض. يا عم اي حد بس نخلص منكم. يلا بقى يا بنات في امتحانكم علشان نفرح بيكم. او النبي يا ياسين. خد يا حبيبي. العب. بيقول البنات يا زوزه. ايه يا مرة انت قطعت رزاوة ولا ايه؟ يا عمتي وهدي يا عمتي. احنا ما كناش نعمل حاجه، جيل صممت نعمل القعده دي. ربنا يكرمك يا جيزي يا حبيبتي ونفرح بعدلك قريب قوي انت وشهد وشيماء. او النبي دعي لها يا ديحه. ربنا يخليك يا خالتي. تعيشي يا خالتي. هو احنا هنفضل قاعدين كده؟ احنا لازم نهيص للبيت ام روحه. الله. ازاي جيجي واحنا متفقين على ايه؟ الله ده فرح يا رايق، دي ليله وقت. ما تقعد يا بنت في ايه؟ ما تسمعي الكلام. الله ده ليله دخله مش ميته، ما تشغل حاجه يا رايق. سيب البنات تفرح يا ديب. ينفع يا عم ياسين؟ ينفع ولا ينفع؟ ازاي يا عم ياسين؟ شغل يا عم شغل. ماشي يا عيني يا خالتي. هات يا زوزة. هات يا زوزة كمان. الله يا زوزة. ده ايه الفصلان ده؟ ده وقته. انت رايحه فين انت كمان؟ رايحه افتح لامي. ما انتش سامع الفرح اللي عاملاه بره. شويه وهتزعق وتمشي. اخس عليك يا ماما، دي مهما كان امي بره. مع عمتي برضه سايبها في بره. في ايه؟ الله دي خالتي سونا كمان. خالتي سونا كمان؟ وجيجي. وجيجي وانت فرحانه ولا ايه؟ ايوه. هيمشي كده. لا هتروح تفتح انت ولا اقوم افتح انا؟ هروح انا. بس قولي لي انت وهتقومي ورايا. ماشي. وهتقومي. ماشي. ايوه ايوه ايوه. الاربعه. خلاص المنطقة كلها عرفت انك اتجوزت جوه. خلاص يا نايمة. شكرا شكرا. تعالي بسرعة. سماح نايمة. سماح نايمة. سماح نايمة. انت ايه اللي هقوله في الوقت؟ قصري يا جيجي. حبيبي طلع رايق ولا طلع موسع؟ ام سعد ايه ياما؟ طفي من وشك. طب ده رايق روقان الدنيا. ايوه يا رب وقد كده يا الله الله. الله الله. ايه؟ قلت له ما يا سماح؟ كل خير يا اخويا. حلو الحمام يا رايق؟ حلو يا عمتي تسلم ايديك. بالهنا والشفا يا حبيبي على قلبك. حبيبتي مش يلا بقى ولا جي جي؟ نعم. مش يلا ولا ايه؟ ايه هنمشي. صباح المبارك يا عمتي. هتتغدوا معانا؟ لا ما نتغدى. طب يلا بقى يلا. وهو يقدر على غدانا احنا كلنا. يلا يا مذياع. يلا يا مذياع. يلا يلا يا اخويا. يلا يلا يلا. مبروك يا رايق. هكلمك يا جيجي هكلمك. ماشي يا اخويا. سلام. مع السلامة. مع السلامة يا زينب. يلا يا جيجي. يلا. شايف البيت النبي؟ شايف اللعبة يا دول؟ اسمه ده احلى الواد ده. كريستيانو رونالدو. ايه؟ كريستيانو رونالدو ده احلى احلى لعيب كوره في برشلونه يا كبير. بس عالي قوي. انت غالي جدا يا كبير. ده احلى لعيب كره قدم في الكره الارضيه كلها. اخيرا. الحمد لله على السلامه يا ابو. وحشنا ميمي. اخيرا ايه يا راجل؟ دول ثلاث اربع ايام اللي قعدتهم في البيت، هتعمل لي عليهم قصه. اه سيئه على اخوك سيئه. انت اخويا حبي وافرح لك. انا كمان نفسي افرح بيك يا راجل. امتى بقى تقدر تكلمني في حته؟ لا ثاني، ما تقوليش في الحوارات دي. ماشي. خلصان فين بقالك كام يوم؟ تعمل مصيبه ولا ايه؟ مفيش يا عم، بنتفسح في البلد. فسح فسح. من ساعه ما رجعت وانا سايبك قلت هيجي لوحده ويحكي لي. انت معاك حكايه هناك ولا ايه؟ ايه اللي نزلك فجاه كده؟ ابدا يا حبي، شغلي كان ماشي زي الفل زي الفل، والقرش رايح جاي، واخدنا اقامه كمان، كنا شويه وناخد الملك. بس تقول ايه بقى؟ مرات الراجل خواجه مش سايباني في حالي. بت عامله زي الفرسه طليانيه من الجنوب، بت بحر يعني. بيني وبينك انا استحرمت ابيع الراجل ما اكلني عيش، قمت خدت حاجتي وقلت له شاوي يا خواجه، وجبت بعضي وجيت. مش احسن من الحرام يا برو؟ احسن برضه. ما بيردش ليه؟ رحت فين يا احمد تاني؟ رحت فين؟ يا رب يا رب يا رب. شيماء شيماء، احنا رايحين مستشفى الميداني ولازم تيجي معانا. انا مش هينفع اتاخر. ما تخافيش مش هتتاخري، هتروحي وتيجي بنفس ميعادك. في ناس كتير هناك مصابه ومحتاجين مساعدتك. ما تخافيش من حاجه، مش هنخرج من الخيمه بتاعت الاسعاف خالص. يا جماعه انا مش هينفع اتاخر النهارده. يا بنتي انت يا انا ليه؟ امال احنا لازمتنا ايه؟ دي شغلتنا يا بنت ولازم نسعف الناس. ما
معلش روحوا انتوا وانا هاجي معاكم يوم تاني. لا هتيجي معانا. في ايه يا شيماء؟ من انت كنت متاخره في الواجب. طب انا هاجي معاكم. ماشي يلا. انت هتحط ايدك كده اهو، يلا حط ايدك على رجلي وانا بقى ايه همسك ودني كده اهوت واقول لك ايه بس 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 وحط على ايدك. يلا انا بقى العب. يلا يلا هي بطلت ده كل حاجته متلخبطه كده مترميه. انا اللي هقعد اوضب واعمل. يا سماح يلا يا سماح عشان رامي جه. سماح اما انت كمان نفسك في حته عين حارم نفسك وحارمني منه ليه؟ ايه ده سماح؟ من امتى وانت بتفتشي في حاجتي؟ ورحمه ابويا عمري ما عملتها ولا هعملها وانت عارف ده ربنا. ربنا اللي عايزني اشوف عشان يقول لك كفايه بقى حرام عليك. بتعمل فيا كده ليه يا ريان؟ ليه عايز تحرمني من احلى كلمه في الدنيا؟ ليه مش عايز يجيلي بنت ولا ابن ويقولولي يوم ليه بتخليني امشي في الشارع وشوف اي واحده شايله عيني واقول يا بختها؟ ليه يا ريان؟ ليه؟ مش لازم تطلعي زي سماح.
تعبت واتمرمطت في الدنيا دي. مش عايز العيال يجي يتمرمط هو كمان. مش عايزه في يوم من الايام يجي يدعي عليا. واحنا من امتى لعنا اهالينا عشان عيالنا يجوا يلعنونا؟ بنت الناس افهميني. افهم انت يا ريه. لازم تعرف ان انت حارمني من احلى احساس في الدنيا. والست عمرها ما بتحس ان هي ست غير لما يبقى معاها حته عيل. وانت حارمني من ده وعمري ما هسمع. الكلام اللي انت بتقوليه ده انت عايز تسيبني يا راي مش كده؟ الموضوع واضح زي الشمس. عايز تسيبني عشان يوم ما تيجي تطلقني تبقى خفيف خفيف مش كده؟ سمعت كل حاجة في حياتي. ما اعرفش اعيش من غيرك ولا اعرف اعيش مع واحدة تانية. انا عارف ان حقك يبقى ليك عيل بس انا خايف بجد خايف. خايف العيل اللي يجي ده يستعر مني. خايف حد يسأله في يوم من الايام ابوك مين. يتكسف يقول ابويا مين. اوعى اسمعك بتقول كده. من كام يوم قاعد بتكلمني على الفلوس والرجالة اللي معاهم فلوس. لو بتتكلم على الفلوس فانت شفت الرجالة اللي كانوا بيترموا تحت رجلي وسبتهم كلهم وجيت لك انت. عارف ليه؟ عشان بحبك. عشان كان كل املي في الدنيا اني ابقى ماشيه جنبك في الحته والناس تقول ايه اللي الرايق اختارها وحبها. شفت بقى انت كبير في نظر ازاي؟ تخيل يعني يوم كده لما نجيب حتة عيل هيبقى بيحبك قد ايه؟ خلاص يا سماح. خلاص احنا هنسيبها على الله واللي لينا فيه نصيب هنشوفه. بس اهلا 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 يا طن. بتلعبي ايه يوم؟ بلعبوا البسه يا بنت. البسه؟ لا احنا علينا استغمايه. بتلعبي استغمايه معايا يا رامي؟ ايوه بس استخبى فين؟ استخبى فين؟ استخبى جوه قلبي. ودي زوزة بص. وانا يا رب. يلا يا حبيبي. جميل. خلي بالك من نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلامة يا رب. على مهلك يا حبيبي. أنا أحلى. مساء الفل يا سيدة. أنت إيه اللي نزلك؟ مش منبه عليك ما تتحركش. اتخنقت يا رايق من الحبسة اللي أنت حبسها لي دي. قلت أجي أطل عليك. طب يلا اتفضل اطلع أروح مشوار أرجع يلا. مين الأمور؟ ده رامي. دبي. دبي. ازيك يا رامي؟ انكل هبقت كده يا عم يلا اطلع. اقعد القهوه شويه. مفيش قهوه الله يرضى عليك. مش عايزين مصايب. هطلع فين يا عم؟ هو في مكان فوق؟ يا عم اتصرف على الارض على الكنبه في اي حته سيكا يلا. ماشي يا انكل. يلا ماشي. ما تنزلش بقى من فوق تاني وانت ما تتاخرش. طب يلا. معلش يا رامي سهرتك. انت عندك مدرسه بكره بقى؟ مفيش مدرسه بكره. ماشي احسن برضه. ها مش هننفذ العمليه ولا ايه؟
ابو يحيى قال مش عايزين دوشه، وبعدين احنا عرفنا مكانه خلاص. يلا يلا بينا. الحساب يا ابني. ردتش عليا ليه؟ كلمتك كتير قوي، كنت عايزه اطمن عليك لحد ما عرفت. انا ما بقتش شايف حاجه. مش ده الحل انك تهرب وتستخبى؟ عايزه اشوفك البني ادم اللي انا حبيته، اللي ما كانش بيخاف من حاجة وكان دايما حميني. مش عايزة اشوفك اضعف مني. ما تخليهمش يكسروك. والنبي ما تخليهم يكسروك. طب ما انا كمان اتبهدلت، اتعريت واتكشف عليا وتقال لي يلا عشان نكشف عليك نشوفك بيت ولا مراية بتاعت الميدان. واتداس عليا بالجزم مع اني ما عملتش حاجه، كنت بساعد ناس بتحب بلدها. في حاجة يا عمي؟ ايه؟ عايزة اطمن عليك فيها حاجة دي؟ لا بس انت لما بتعوز تطمن عليا بتجينا البيت ما بتبعتليش. لا ناصح، بس ده ما يمنعش برضو ان انا اجيبك هنا علشان اطمن عليك في حاجة تانية. خير؟ لفندل استجدعته ووعدني بسلامته ان هيجي يخطبك رسمي وادي وش الضيف. لا هو ما خلفش وعده، بس هو مش هيجي. ليه يا روح امك؟ سافر الخليج؟ لا، عينه صفت في المظاهرات. ايه؟ تفتكر بقى حد في ظروفه دي هيفكر في جواز ولا نيلة؟ والله يا بنتي ما كنت عارف ان الموضوع كده. وعامل ايه دلوقتي؟ زي الزفت، قاعد في البيت حابس نفسه ما بينزلش. رحتي له شيماء؟ طمنيني يا بنتي، ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. قال لي ان هو ما ينفع اعيش واشوف لي حد تاني ظروفه احسن منه. ولا رب تقري بالله. انت بتعملي ايه دلوقتي يا شيماء؟ ولا حاجة. أنا لسه بحبه يا عم، واللي حصل له ده علاه في نظري، ما صغروش، بس هو مش عايز يفهم. اعذريني يا بنتي، اعذريني. اللي حصل له ده مش سهل عليه، يا عندي كده. قول لي أنت يا عمي أعمل إيه؟ انت شفته وقعدت معاه؟ والله يا بنتي ما انا عارف، بس كل اللي انا عارفه ان انت لازم تديله شويه وقت علشان يقدر يفهم اللي حصل له ده ويفوق من الصدمه. تفتكر؟ يا بنتي انا ما شفتوش غير مره واحده، بس انا حاسس ان هو راجل. الراجل شيماء بيبقى صعب عليه قوي يا بنتي انه يحس انه اقل من الناس في حاجه، بس معدنه بقى هو اللي بيخليه يقوم ويقف تاني على رجليه. ولو نظرتي في الواد ده صح ده هيقوم يا شيماء. يا رب يا عم يا رب.
مش قلقان، ربنا هيكرم. يا دكتورة ما طمنينا كده، أخبار مش لطيفة قوي. مش لطيفة ليه بس؟ يعني قولي لنا في إيه؟ سماح، أنت عندك مشكلة في الرحم. لا بس أكيد يا دكتورة دلوقتي كل حاجة وليها حل. التحاليل بتقول إن في مشكلة في عنق الرحم، ودي مشكلة مش عادية. يعني مش عادية يعني؟ يعني ملهاش حل؟ غالبا دي بتشبه حالة من حالات العقم. مالك يا اخوي؟ انت هتصدق التحاليل؟ لا تحاليل ايه؟ اقرب كده فوق. تحاليل؟ ده انا ممكن اعمل تحليل واثنين وثلاثة لحد ما اخلف. طب هقولك على حاجة تانية، انا كان عندي واحدة صاحبتي اخويا كان عندها نفس المشكلة وجابت ثلاثة. ايه رأيك؟ انا اخلف يا اخوي؟ مش انا قلتلك ان انا هجيب لك واد يقعد يقرفك؟ واد شبهك؟ اخلف والله مالك؟ لا اضحك اضحك اضحك، مالك مالك؟ رايق رايق، اضحك يا اخوي، مفيش حاجة، أنا هخلف. أنت مش مصدقني؟ أنا هخلف. أنت مش مصدقني؟ مش مصدقني يا ميمي؟ أنا هخلف يا ميمي، هخلف. خلاص يا سماح. هي كذابة، هي كذابة. أدي الشاي. ايه مش على بعضك يعني؟ لا مفيش ابدا. مفيش طبعا. عايزه تساليني رحت لاحمد ولا لا؟ رحت له. بص يا شباب من الاخر كده، الواد ده هفه وما ينفعكيش، ومش ده اللي اتمنيته لاختي ابدا. مش ده اللي تشوفه؟ اللي اشوفه؟ طب ده رايي انا، فين رايك انت؟ مش دافع عنه تقولي واد جدع يجي منه؟ اه والله جدع ويجي منه كويس قوي، بس انت اديله فرصه. حاضر هديله فرصه، بس هو عايز يتظبط شويه، كئيب كده وشعره ده. ايه شعره ده؟ ما تشوفي حل في الموضوع ده. هظبطه، بس عارف يعني جدع كده ويعتمد عليه، راجل عامل زيك كده والله. عامل زيي؟ مش حد زيي يا بنت. اه طبعا مفيش حد زيك. قولي لي يا عفريته عرفتي ازاي؟ من المستشفى، جالي مستشفى مع واحد صاحبه كان عيان يعني، وقعد يستهبل كده شويه، بس انا سكيته اديته على دماغه، فعمل فيها عيان وصعب عليا، قلت اكسب فيه ثواب. ماشي ماشي يا ام الخير والانسانيه، خليه بس يعدي من اللي هو فيه وبعد كده نشوف الدنيا فيها ايه. يا رب ان شاء الله. ماشي يا شيكو. مبسوطه؟ اه ماشي. روح انت. ربنا يخليك ليا. انت يا ابني قوم بقى يا نجم. يا تيفا صباح الفل يا معلم. في ايه؟ صباح الفل يا عم. حد ينام لغايه دلوقتي في اليوم المفترق ده؟ ليه مفترق ازاي يعني؟ تصدق ازعل منك يا صاحبي، تنسى ماتش المصري اللي بورسعيد؟ ايه اللي حصل لك؟ ده انت كنت جدول الدوري اللي بنعرف منه مواعيد الماتشات. يلا قوم يلا عشان تيجي معايا. ده انا ما صدقتش لما امك قالت لي انت خلاص خرجت للدنيا. معلش يا تيفا. اعذرني انا بقى، اروح انت، انا ماليش نفس. نروح احنا؟ انت عايزني بقى اكلم لك الناس تيجي تشيلك ليله بيله وتجيبك بالعافيه؟ انا غلطان اللي انا منعتهم ان هم يجوا معايا؟ قوم يلا يا عم بدل ما اكلم الناس يجي يعملوا لك قرود هنا. انا مش هروح يا مصطفى، انا مش هروح. ليه؟ انت بقيت زي الفل اهو. معلش عندي دكتور بالليل. انا هنحور؟ ما الدكتور بتاع ابوك وانا اللي بتابع معاه وعارف هو بيروح له امتى. ما تستهبلش يا عم الحاج، انا مش بتكلم عن الدكتور بتاع ابويا، انا بتكلم عن الدكتور بتاعي انا. انا حضرتك عندي عين طايره، لازم اروح اغير عليها واشوف الكشف والحوارات والجوده كلها. طب يعني ينفع تفوت ماتش زي ده؟ معلش الجايات جايه كتير ان شاء الله، جايه كتير يا تيفا. المهم روحوا انتوا وترجعوا بالسلامه ان شاء الله، وابوس ايديكم.
ابوس ايديك انت وهم هتيفه واحد واحد وحياه غلاوي ابو تريكه عندكم يا شيخ. ما تعملوش مشاكل مع البورسعيديه تمام؟ عشان هم شايلينها لنا من المره اللي فاتت. في ايه يا عم حماده؟ احنا بعون الله نسد مع اي حد بس انت ادعي لنا. كله على الله ان شاء الله. طب انا ايه بقى شكلي هسحب عشان العيله عماله تزن. سلام. ماشي يا تيفا. خد بالك من نفسك يا ولد. خليها على الله. سلام. ونعم بالله. سلام يا حبيبي. تدبير حادث بعدد ضحايا كبير عمره ما كان مشكله. ده ممكن يتعمل في مدرسه، في مترو، في عباره. الاهم من عدد الضحايا هو نوعيتهم ومكان تواجدهم والاثر المترتب بعدهم. اختار مجموعه نشطه ومكان ما فيهوش اي شبهه خطر وابدا التنفيذ. كل ما قدرت تورط أطراف كتير كل ما النتائج زادت واتطورت بشكل تلقائي وأصبح تحديد الطرف الحقيقي شيء في منتهى الصعوبة. متخافيش انا كويس، انا بس موجوع. مصطفى الله يرحمه قبل ما يسافر جالي البيت وقعد معايا، كان عايز ياخدني معاه. قعد يقول لي يلا يا احمد لازم تسافر معانا ولازم تيجي. مش انت اللي كنت دايما بتفكرنا بمواعيد النشاط؟ بس انا ضحكت عليه قلت له مش هينفع اروح معاك عشان عندي دكتور بالليل. كنت متضايق قوي على اللي حصل لي وكنت فاكر ان دي اخر الدنيا. حتى بعد ما عرفت اللي حصل لك ضعفت اكتر وكنت متاكد ان انا لا انفعك ولا انفع اي حد تاني في الدنيا. ممكن ما تقولش الكلام ده تاني، وبعدين كويس ان انت ما روحتش. انت كتب لك عمر جديد. طب افرض كنت روحت معاهم وكان جرى لك حاجه ولا ما كنتش رجعت، كنت هعمل ايه بقى انا من غيرك؟ انا عرفت ان اللي حصل لي دوت ولا حاجه. كنت حاسس ان ربنا يعني استغفر الله ظلمني لما خد عيني. بس بعد ما مصطفى راح اتاكدت ان اللي حصل لي دوت ولا حاجه، واتاكدت كمان ان انا كنت مغفل قوي وعبيط، وحسيت كمان ان ربنا رحيم قوي. انا عيني راحت بس هم عمرهم كله راح. ذنبهم يا شيماء؟ هم ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه شباب زي الورد رايحين يشجعوا رجعوا متشيعين؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم زي ذنب اي حد نزل بكرامته ورجع متهان.
رجع بجرح هيفضل جواه طول عمر. على الاقل دول ربنا خدهم وريحهم. استغفر الله العظيم يا رب. انا قصدي احسن ما كانوا يفضلوا عايشين ومحدش حاسس بيهم، وساعه ما يحسوا بيهم يظلموهم وشهروا بيهم. ذنبهم انهم بيحبوا بلدهم وكانوا عايزين ينزلوا يشجعوا. مالك؟ مش عارف يا فريدة، مش عارف اللي حصل ده صح ولا مش صح، بس هو أكيد مش صح. ندمان؟ مش موضوع ندمان، بس ما كانش لازم نوصل للمرحلة دي. عندك حق، المرة دي مش صح. بس مش احتمال المرة الجاية نبقى متجوزين. المرة الجاية نبقى متجوزين. متجوزين؟ مش حابب انك تتجوزني فريدة. مش موضوع حابب ولا مش حابب، موضوع ان انا مفكرتش بس قبل كده في الموضوع ده. ليه يا ميمي؟ يعني ميمي انا مش عارفه انت عملت في ايه. انا اول مره احس انها ضعيفه، اول مره احس انها محتاجه راجل بجد، مع اني عمري ما احتجت لحد، عمري ما حسيت بالامان. انا مش عارفه انا حكيت لك كل حاجه عني ازاي، بس انا معاك حسيت بالامان. واثقة ومتأكدة انك مش هتخرج من اوضتي تفضحني في كل مكان. فريدة انا مقدر كل كلمة بتقوليها، بس برضو مش هينفع. مراتك صح؟ ايوه مراتي، بس مش مراتي بس. امال ايه؟ فريدة الجواز ده مش حاجة سهلة، الجواز ده حاجة كبيرة أوي. وبعدين احنا اتفقنا من الأول إن احنا ما نضحكش على بعض ونصارح بعض، مش كده ولا ايه؟ عندك حق، هتفضل جنبي يا ريا مش كده؟ اي وقت هتحتاجيني فيها تلاقيني واقف جنبك، ما تخافيش من حاجه. بس انا مش هيأس. وانا سبب ظروفها، محدش عارف بكره فيه. خير يا سماح. مساء الخير يا مين. خير يا اخويا، غلبت اتصل بيك من الصبح تليفونك مقفول.
في حاجة؟ كنت عايزة أطمن عليك. طمنتي؟ أحضر لك العشاء؟ لا متعشي. أول مرة نام في حضنك وما تلعبش في شعري، كنت دايما بتحسسني إن أنا جنبك وحاسس بيا. عمري ما كنت بخاف من حاجة، بصحى من النوم كل يوم الصبح ألاقيك نايم جنبي، أخاف من إيه؟ دلوقتي حتى لو انت نايم جنبي بحس ان السرير فاضي وكبير. بقيت خايف قوي يا ري، قوي. كنت فين؟ كنت معاها؟ كنت مع مين يا سماعة؟ مش قادرة اشوفك كذاب وضعيف. لما كنت بتضربني زمان كنت بفرح. انت الحب اللي انا لما كبرت لقيته بيحميني، وانت الراجل الوحيد اللي قلت هو ده اللي يستاهل حب. عمري ما تخيلت اني اشوفك مع حد غيري. بس انا هسامحك، اعمل ايه؟ ما انا بحبك. بس تفتكر بقى هقدر اسامحك طول العمر؟ جاي في ايه وماشي في ايه؟ معلش يا سماح، حصل عندي شوية شغل ومتأخر شوية. شغل ولا رايح له؟ رايح لمين؟ أنا شفتك. شفتي إيه؟ شفتك وانت نازل من عندها وهي نازله وراك قد كده، وانت عليك تعرف عليا في اول سنه في عمرنا، ولا تكونش بقى هي وعداك بحته عيل؟ قولي انت عايزه تقولي ايه. مش هلومك على حاجه ابدا، وحقك تزعلي، بس قبل ما تسألي فهميني. وبعد ما افهم هتبقى انت فين يا ري؟ معايا ولا معايا؟ ولا تكونش ناوي تشاركني فيك؟ تشارك مين يا سماح؟ انا عمري ما احب حد غيرك ابدا. وهي؟ هي ايه؟ هي مجرد شغل مش اكتر من كده. الست واقعه في ورطه ومحتاجاني جنبها. احنا مالنا ومالها؟ يعني ايه مالنا ومالها؟ من امتى وميمي بيشوف حد محتاج له بيمشي ويسيبه؟ بس انا محتاجاك اكتر منها والمصحف الشريف، وانت عارف ان انا ماليش حد غيرك. وانا كمان ماليش حد غيرك. لازم تعرف ان انا عمري ما احب حد غيرك في الدنيا دي يا سماح.
فاطمة انت قايلي مدام. لا على راسي عوني ما هنسيه. تمام. لا انا همشي دلوقتي على طول، هاجي لك على المطار. مع السلامه. حاضر باي. انت معاك عربيه رايق مش كده؟ اه معايا عربيه. ليه؟ هسافر طبعا. كلمته على التليفون ده اللي هو في المطار وعدني ان هو هياخر نزول اسمي في قائمه الممنوعين من السفر، بس بشرط لازم اكون في المطار خلال ساعتين. مش هينفع فريد. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع تسافري. انت معمول لك كمين. كمين ايه؟ انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك، الجنرال طلب مني اني اقتلك. خايفة مني ولا يا فريدة؟ قلت له ايه يا ميمي؟ قلت له موافق. قلت له موافق يا ميمي؟ فريدة، أنا عايزك تفهميني. أنا قلت له موافق عشان أدي نفسي فرصة، أدي نفسي وقت أقدر أفكر أحميك إزاي. لو كنت قلت له لأ كان بعت أي حد غيري عشان يقتلك. مش مكفي كل اللي عملوه فيا أو صارت كمان القتلة؟ عشان كده أنا بقول لك ده كمين معمول فيكي، صدقيني. أنا مبقتش أصحى. أنا مش عارفة أفكر. عشان كده بقول لك ثق فيا. أنا أثق فيكي إزاي؟ هو طلب منك الكلام ده إمتى؟ قابلته فين؟ ليه ما قلتليش قبل كده؟ هقول لك إزاي بس. يا فريدة أنت تليفونك على طول متراقب. زي انا متاكد دلوقتي انه عارف ان انا موجود عندك. استني يعرف النتيجه. صح صح. فريده اسمعيني وفهميني كويس. اعملي اللي هقولك عليه وبس. اسمعي كلامي. أكتر حد أنا حبيته، أكتر حد فتحت له قلبي وطمنت له. أنا طلبت منك إنك تتجوزني. فكرة ملوش لازمة الكلام ده. بتقولي كده ليه؟ خايفة مني ولا عشان تصعبي عليا فريدة؟ اعمل زي ما بقول لك. هننزل دلوقتي تجيبي كل الاوراق والملفات تروحي تسلمي نفسك. محدش هيحميكي يا فريده غير البلد. محدش هيحميكي. بلد ايه اللي هتحميني؟ بلد ايه؟ اللي انت بتطلبه مني ده معناه ان انا احكم على نفسي طول عمري بالسجن. بلد ايه؟ بلد ايه؟ يا فريده بيتحكم عليكي بالسجن احسن ما يتحكم عليكي بالاعدام. Thank you.
بعت له رساله قلت له يجهز بيت الاوراق اللي حصلني بكره على مكتب النائب العام الصبح. الورق اللي معايا ده برضو مهم بس مش كفايه. طب قولي له كمان لو عايزك يكلمك على الرقم ده. بس ده مش موبايل، ده موبايل فاطمه واكيد هتروح. ايه المشكله يعني؟ ما تروح بتليفون تاني هيحصل ايه يعني؟ حاضر. انت فاهم معنى اللي طلبه منك الجنرال ده ايه؟ والله فريده حاجات كتير. خايف منك ومن تهديداتك ليه؟ بعت لك رساله تخويف على تليفونات التانيه. بيضغط عليا ويحط لي تحت درسه. يعني زي ما تقولي كده بيضرب 30 عصفور بطلقه واحده. يمكن كل اللي انت بتقوله ده صح. بس الاهم عندي الناس اللي فوق. تخلوا عني خلاص. بمعنى صح رفعوا غطى الحمايه. الجنرال مهما كانت قوته وسيطرته مجرد اداه في ايديهم مش ممكن يعمل حاجه زي كده من نفسه. انا عايز اعرف دلوقتي الناس اللي ورا دول يطلعوا بايه؟ اضحك عليك لو قلت لك اني اعرفهم كلهم. شبكه معقده مش هتلاقي واحد فيهم يعرف كل اطرافه. تفتكر ان انا وافقتك عليه ده صح؟ بص يا فريدة، انا قبل ما اعرف موضوع الناس التانيين دول كنت شايف ان احنا صعبنا نقف قدام الشطرنج لوحدينا، محتاجين مليون قوه عشان نقف ضده ونقطع له دراعه. بس كمان بعد ما عرفت موضوع الناس دي انا شايف ان ده احسن حل. لازم تسلم نفسك يا فريدة. اسمع كلامي، انا هدخل اخد شاور، حاسه اني تعبانه قوي محتاجه ارتاح شويه. فاطمه. ايوه. حضري الحمام عشان عايزه اخد دوش. حاضر. اكتر مكان ممكن يعمل عليك فيه. اتفضلي. بس لازم اكلم ماما بس على ماشي هنكلمها كل حاجه بس استريح. الحمد لله على السلامه يا ديب. فاطمة، 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 فريدة. تفتكر ليه وزيرة تعرف أو تصاحب واحد زيك؟ والله معرفش يا باشا، ممكن تسألها. أسألها؟ ده احنا شكلنا كده هنطول مع بعض. موسى يا رايق،
انت ليه قتلت فريدة الوكيل؟ انا ما قتلتش فريدة الوكيل. امال رحت بيتها ليه ساعة ارتكاب الجريمة؟ زيارة. زيارة؟ زيارة. بصفتك ايه؟ صحاب. صحاب. اهو ده بقى هيرجعنا للسؤال الاولاني. فاكره؟ فاكره يا باشا. ايه اللي يخلي فريدة الوكيل تعرف واحد زيي؟ ومش قول لي سعادتك اسألها عشان عارف انها ماتت. اتقتلت. اتقتلت يا باشا. ليه بقى قتلت فريدة الوكيل؟ ايه الاخبار؟ روعة الوكيل نيابة. ربنا يستر. سماح، انت بقالك يومين ما بتناميش. خدي بعضك وروحي على البيت استريحي شوية. لا، ونعمة الشريفة ما سايباه ابدا، انسى. قعدتك هنا ملهاش لازمة، مش هي اللي هتطلعه. روحي في البيت واستريحي. قلبي وجعني عليه يا يوسف، حرام عليك يا اخي. يا ستي ما كلنا قلقانين عليه، بس زي ما بقول لك قعدتك مش هتعمل حاجة. روحي البيت استريحي وكلي لك لقمة وتعالي تاني. يلا يا سماح. يلا يا بنت الناس، قعدتك كده مش هتنفع، لو خرج دلوقتي عامله كده هيتعب اكتر ما هو تعبان، استهدي بالله وصلي على النبي امال. حرام عليك يا اديب وحرام عليكم يا جماعه. لا طب انا لو انا مضايقاكم انا هسكت، مش هفتح بوقي خالص. يا ست والله العظيم هنطمنك بالتليفون. لا لا والنعمه ما ماشيه. سيكا كلها حاجه سيكا. يلا يا سماح. يلا انا هروحك. بتتحبوني ليه دلوقتي اكتر ما انتوا؟ يلا يا سماح. والله يا سماح. معلش يا سماح صلي على النبي. والله هنطمنك. يلا يا سماح هنطمنك. روحي يا سماح واحنا هنبقى على اتصال مع بعض. مش هيحصل حاجه عادي. يلا يا سماح. يلا يا سماح. يلا والنبي اطمنوني. طيب والله العظيم معاهم انا احسن لو عارف حاجه في البيت ولا حاجه. ماشي يلا. انا هشرب شاي قبلك. ماشي. في بضاعة في المخزن زي ما هي كده واديها لحاج سيد، عارف انه هياخدها بنص الزفت التمن، بس اديها له خلاص وهات منه اي فلوس تعرف تجيبها. وانت مال اهلك بعمل كده ليه؟ اسمع الكلام وانت ساكت. ولما انت ما قتلتهاش تفتكر مين اللي قتلها؟ اكيد حد ليه مصلحه في كده. زي مين؟ وانا اللي اقول لسعادتك دوروا وراها وانتوا تعرفوا مين اللي ليه مصلحه. موسى الكلام اللي انت بتقوله ده عمره ما هيفيدك في القضيه. وبعدين انت هنا عشان تجاوب مش عشان ترد عليا السؤال بسؤال. وانا قلت لسعادتك انا ماليش مصلحه. يا باشا اصغر حرامي عارف الناس دي ما بتمشيش بفلوس، وعارف كمان لو قتل حد زي الوزير الدنيا تتقلب عليه. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك دي تصفيه حسابات بين الكبار. الكبار اللي فضلوا طول عمرهم كبار، طالما في صغيرين زينا بيشيلوا بلاويهم. لا 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 ده الموضوع كده فيه حكايات. ده احنا نقعد كده بقى ونشرب الشاي وتحكي لي بالظبط انت ايه اللي تعرفه يا رايق. ممكن افهم ايه المكتوب هنا ده؟ اللي انت قريتيه ده مش مظبوط. اخويا اتلفقت له القضيه دي. اتلفقت له؟ اتلفقت له. اتلفقت له عشان كان عاوز يعيش نضيف. انت مش لاقي رد تقوله ولا ايه؟ هو ده الرد ودي الحقيقه. اخويا مظلوم. مظلوم؟ ممسوك في قضيه بتقولي مظلوم؟ انتوا اصلا من البدايه انا كنت حاسه ان انتوا فيكوا حاجه مش مظبوطه. مطعم يتحرق، اخوك يقتل، انت مخبي عليا ايه؟ بصي يا اروى عشان نكون واضحين من الاول، اذا انت جايباني هنا عشان ننهي العلاقه ما بيننا فانتهت وده من حقك. انما تتكلمي كلمه واحده عن اخويا فده مش من حقك ومش هسمح لك. كده واضحين؟ واضحين قوي. الحمد لله ان ربنا باين حقيقتكم من الاول. ماشي يا رب. يحبس المتهم 4 ايام ويراعى له التجديد. انا ممكن اكون مصدقك
لكن في نفس الوقت مفيش في ايدي اي حاجه اقدر اساعدك بيها. ده قانون. قانون صح. القانون ده ما بيطبقش غير علينا احنا بس. على الغلابه اللي منهمش ظهر. يا موسى القانون عايز ادله. وانت كل الكلام اللي قلته ده مفيش ليه اي دليل، يعني بالنسبه لي مجرد كلام. حتى لو انا مصدقك برضه ما اقدرش اديك اخله. لاني ما اقدرش اكتب في الدفتر ان انا اخليت سبيلك لاني حاسس انك مظلوم. انت حتى ما قدرتش تدينا اي دليل قوي ينفي عنك التهمه. عندك حق يا باشا. اسمع يا موسى، انت لو الكلام اللي قلته ده حقيقي وفعلا في ناس بالاوصاف اللي انت قلتها دي، يبقى انت فعلا في مشكله، ومشكله كبيره، وللاسف حلها مش عندي. هو الحزن اللي هيرجعه يعني؟ ولا كان في ايدي حاجة تانية اعملها وما عملتهاش؟ طب خدي دول كنت شايلهم لخرجتي، بس مش مهم كلفتونا انا بقى في اي حاجة. اتشرف عليك. بيعيهم وهاتيله اكبر افوكادو دي البلد. خدي يا حبيبتي. خلي حاجتك معاك يا ام، يوسف هيجيب له محايد. لا يبقوا اتنين ما يضرش. ده ميمي يا بنت، ميمي اللي انا شلته وهو صغير وحطيته على حجري ودلعته. انت عارفه ميمي ده رضع الحب والحنيه، اتفطم عليهم. ده ابني، ابني اللي كبرته، وانا ابني عمره ما يعمل كده ابدا. هو يتخانق يتعصب انما يقتل؟ لا والله، والله ما صدق ده ابدا. تعرف يا بنت كانت امه تقعد ترضعه قدامي كده اهوت وتقول يعني يا زوزة ما كنتش جبت عيل ولا عيله عشان اديك الوقت ترضعيه بدل عني شويه. ولا لا انا مش عايزه ارضعه من صدري علشان خاطر ما يبقاش اكل البت اللي هجيبها. كنت عارفه اني هجيبك وكنت شايلهولك، شايلهولك عشان يصونك ويحميك يا حبيبتي. وكبر وبقى راجل يعافر في الدنيا والدنيا تعافر فيه. تعرف يا بنت مرة اتخانقت مع واحدة من الرقصات ولاد الكلب دول، وبعدين قلت له بقول لك ايه يا ميمي، انا الولية دي مفطصاني ومزهقاني في عشتي، بقول لك ايه خد لي حقي منها. شوف لها سكة. قال لي لا لا يا عمتي عيب، ده انت ربيتيني راجل والراجل ما يجيش على ولية ابدا ابدا. تقولي لي يقتل ولية؟ لا والله ابدا، والله ابدا ما يعملها ابدا، والله ما يعملها ابدا ابدا. قومي 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 يا خايفه، قومي انت قاعده تعيطي، قومي اغسلي وشك، قومي ان شاء الله مجبور باذن الله مجبور. قومي يا اختي، قومي يا حبيبتي. يا رب النبي يا رب. ايه دول؟ فلوس. ايوه ما انا عارف انها فلوس، وانا قلت لك كيس شيبسي. ايوه بتدهني ليه يعني؟ مش فاهم. تعبيطه يا شيماء، حطي فلوسك معاكي ما تبقيش عبيطه عشان ما ازعلش منك. فلوسك ده ايه؟ هو في حاجه اسمها فلوسي وفلوسك؟ انا هبقى مراتك، يعني اللي في جيبي في جيبك واللي في جيبك في جيبي. ولا انت بخيل بقى؟ لا مش بخيل بقى، وانت عارفه كويس ان انا مش بخيل بقى. بس انت هتتجوزي راجل مش حاجه تانية. عارفه اني هتجوز راجل واجدع راجل كمان. طب امال ليه بقى؟ قول لي القعده اللي قعدتها انت وديبو قلتوا فيها ايه؟ مفيش، قعدنا ندردش شويه مع بعضينا، وديبو بيحبك قوي يا شيماء،
خايف عليكي وعايز يطمن عليكي وقال لي خد بالك منها وبتاع وجهز الموتوسيكلات ومعرفش ايه. الموتوسيكلات دي ليه؟ لا ده موضوع تاني كده بقول لك عليه. انت هتبقي مراتي قريب صح؟ ان شاء الله يعني. ومراتي دي يعني اقول لك الكلمه من دول وتتنفذ بالحرف الواحد ورجلك فوق رقبتك مش كده ولا ايه؟ كده. طيب انا عايزك تروح المحكمه وترفع القضيه. اللي حصلك ما ينفعش يتسكت عليه يا شمال. ما ينفعش. محكمة ايه بس؟ انا طول المدة اللي فاتت دي وانا بحاول انسى. محكمة يعني صحفيين وتلفزيون وجرايد وفضايح بالكوم. هتقدر تستحمل ده كله؟ وانتي قدرتي تستحملي اللي حصل لك وتسكتي؟ قدرتي ولا ما قدرتيش؟ دي مسألة كرامة عبيطة وكرامتك من كرامتي. ثم انت عملتي حاجة غلط أصلا عشان تستحملي ولا ما تستحمليش؟ إيه اللي انت بتقوليه ده؟ انت جاي دلوقتي تقولي لي مجلات وتلفزيون وجرايد ومعرفش إيه. بقول لك إيه يا بت؟ انت هتبقي مراتي. عارفة يعني إيه مراتي؟ يعني هم عيالي. هم عيالي لازم تربي عيالي على إنهم يبقوا جامدين زيها. ويعرفوا ياخدوا حقهم حتى ولو بعد 100 سنة. فاهمة ولا لأ؟ بس كده خلاص. هي دي شيمو اللي أنا أعرفها وعايزها. شيمو اللي جات لي قبل كده وقالت لي أيوه هتخليهم يكسروك. فاكرة ولا لأ؟ ما توريني شعرك بقى. أمي. لا أمك أمك. شبشب. لا 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 أوكي. خايفة من حاجات كتير قوي، خايفة من أهلي، يعني خايفة منهم أو خايفة أحكي لهم، مش عارفة كنت أقول لهم إزاي، مكسوفة أقول لهم، مش عارفة إزاي أحط عيني في عينهم، متلخبطة وحاجات كتير جوا بعض، مكسوفة وخايفة ومصدومة مش مصدقة إن ده حصل لي أو إن ده كان ممكن يحصل لي، بس الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكدة منها إن أنا كنت أنا مش جاية بس أنا قدرت النهاردة أن أنا أجي وأقف معاكم وأتكلم، بس مش عارفة البنات اللي كانوا معايا هيقدروا يتكلموا ولا هيموتوا وجعهم وجعهم.